Service d'habitude, Oui. je demande ça à Khaled Oui. de faire passer le micro quand Il il n'y a pas va, de par problème. exemple, chose Ok, adaptive, donc je vais pas. ok. Ok, ma Merci, cache merci mosque. beaucoup. Ok, ma cache mosque. Hop, 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 oui, t'es tout ça. Ah oui, t'es. Bichette. Aïe, On hop. a l'impression qu'il ne tient pas, Aïe, mais là, choc. il est fort. Ok. غادي ماشي من شأنه التأكيد من شأنه إثبات باسكو التأكيد نو إثبات الإثبات سي باسكو لا بروف دو لا شارج دانكولباسيون ال انكومب باركي ال انكومب بار شكون يدير لايف تيليفون امين امين تيليفون شوف اي واحد يدير به لايف باسكو عندي لاباج فيها واحد 350 L'arabe, il faut le corriger. Il y a beaucoup, beaucoup de... Je suis en train de corriger en arabe, la formulation en arabe. Il y a la formulation juridique. Il y a des concepts, voilà. Des concepts juridiques qu'il faut respecter. Même en français, je pense, parce qu'il y en a pas plus proche à des montants de minimum matériel. Si, français, oui, mais l'absence totale de minimum matériel à charge. Non, c'est vrai que je l'ai corrigé en français, mais en arabe, okay. Je viens de le voir. D'accord. Donc, je n'ai pas eu le temps. فمحمد قال لك ما حبش يبان باش تبان وبان نورمال اليوم اليوم وخلاص انا اليوم ودي كونجي باش ما نجيبش نساوي سي ما جوي الله ما نبع لك اليوم ركع والله ما نبع لك اليوم عبر لا كونتاناسيون هذه تاع حالات واش غادي نديرو برا نروحو نديرونا كاع وخلاص Il y a beaucoup d'erreurs, je suis en train de corriger. Hein. La formulation est... Ah oui, oui. On commence. Sinon, il faut juste prendre en considération le français au classe. Tu as l'arrivée après. Il faut le refaire après. Il faut le refaire après.
Non, je vais le dire, t'inquiète pas, parce que l'arabe, il faut le refaire. Ah, il ne faut pas la distribuer, ne la distribuez pas parce qu'elle répond. Mais la même chose, l'arabe, il faut le refaire. Il faut le refaire. Donc, il faut prendre le texte en français. Ça y est, on commence. C'est bon. Salam alaikum. Azul Filaoun, c'est le khair. إذا ممكن نبداو الندوة الصحفية تاعنا كما تعرفوا هذا الندوة الصحفية قروا الصحفيين وكذلك ممثلين عن هيئة الدفاع اليوم باش نديروا ندوة صحفية بمناسبة الحكم الأخير اللي صدر على محكمة سيدي محمد وهو لأدان الصحفي خالد ضرارني بثلاث سنوات حبس نافذ وغرامة مالية وكل من المتهمين سليمان حميطوش وسمير بالعربي بعامين بما فيها 4 أشهر حبس نافذ والباقي غير نافذ. بالتأكيد نظن باللي أغلب الصحفيين كانوا تبعوا معنا شوية المحاكمة اللي صارت يوم 3 أوت واللي هيئة الدفاع بكل قوة استنادا على الملف اللي كان معروض على العدالة حاولت أنها تبرر وتمد كل الأدلة الدفاعية باللي هذا الملف هذا ما عنده حتى علاقة مع متابعة قضائية ولا وقائع اللي يستحقهم عليها هذا المتهمين أولا باش نتابعوهم قضائيا ثم باش نحكموا عليهم خاصة بالحبس النافذ. وكما تعرفوا الشيء اللي لاحظناه في المحاكمة هذيك هو أنه ممثل الحق العام اللي هو وكيل الجمهورية وكذلك رئيس الجلسة كانوا بدأوا يطرحوا في أسئلة اللي ما عندها حتى علاقة مع ملف الدعوة. ملف الدعوة كما تعرفوا كيتحرك من طرف الضبطية القضائية في 7 مارس وين المتهمين في 3 بقوا في التوقيف تحت النظر يعني لا غارد افيو 3 أيام ومد وجزر بين النيابة والضبطية القضائية وجهوا لهم تهمتين. التهمة الأولى هي المساس بوحدة وسلامة التراب الوطني مادة 79 من قانون العقوبات، والتهمة الثانية اللي هي تتعلق بالتحريض على التجمهر غير المسلح مادة 100 من قانون العقوبات. طبعا الملف مشى في هذا الاتجاه ولكن من بعد الملف خذا واحد الاتجاه واحد آخر ابتداء من التصريحات في الندوة الصحفية تاع رئيس الدولة في 2 ماي لما بالتلميح تكلم على زميلكم الصحفي الحر خالد ضرارني ورئيس الدولة آنذاك بلا ما يسميه قال باللي هذا الإنسان هذا راه يخدم خبرجي عند السفارة من السفارات الأجنبية. من هذاك المنطلق احنا كي حضرنا التحقيق في السماع في الموضوع والتحقيق هذا صرا في مؤسسة القليعة كما تعرفوا افيك دي مزور يعني إجراءات الحجر الصحي كان قاضي التحقيق هو اللي يتنقل باش يدير التحقيق على مستوى مؤسسة القليعة. وفي مؤسسة القليعة آنذاك شفنا بلي السيد قاضي التحقيق بدا يسأل أسئلة ماهيش موجودة في الملف، بدا يسأل خالد ضرارني مع من راك تتعامل القنوات الأجنبية وعلاش واحد النهار عرضوك لواحد الجمعية اس او اس تاع كونتر لو راسيزم في فرنسا وعلاه كذا وعلاه كذا. حنا بالنسبة لنا كدفاع أنا ذاك يعني قلنا نبهنا السيد قاضي تحقيق قلنا له بلي هذه المعطيات مش موجودة في الملف لأنه الملف راه فيه تهمتين اسألوا على التهمتين اللي وشي اللي راه موجود من التحقيق تاع الضبطية القضائية. من هذاك المنطلق تمت الإحالة، حتى قرار أمر الإحالة تاع السيد قاضي تحقيق ما تكلمش على تهم جديدة، دالوا الإحالة أمام المحكمة بالتهمتين اللي تابعوهم بها من الأول، يعني التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بوحدة التراب الوطني.
نهار المحاكمة تفاجئنا باللي السيد ممثل الحق العام وكذلك الرئيسة بداو يسألوا في خالد الدراني على حوايج ما عندها حتى علاقة مع المتابعة وما عندها حتى علاقة مع الوقائع اللي موجودة في تحريك الدعوة العمومية. نبهنا احنا كدفاع باللي هذه الأمور هذه ما عندها حتى علاقة مع الملف، ولكن المفاجأة الكبرى لما صدر الحكم. الشيء اللي نقدروا نقولوا احنا كهيئة الدفاع من باب الموضوعية، احنا دائما كهيئة الدفاع نحاولوا نقدموا وسائل الدفاع تاعنا بناء على الملف، ما نهضروش على حوايج اللي ما عندهاش علاقة مع الملف. كي دافعنا كل المحامين اللي دافعوا على هذا المتهمين في القضية أمام محكمة سيدي محمد، قلنا بلي لازم الرئيسة تلتزم بأمر الإحالة. أمر الإحالة فيه تهمتين، ما عندك الحق تسألي المتهمين تاعنا إلا على التهمتين الإثنتين، ولكن شفنا بلي راحت منها منحة واحدة أخر. شفتوا الالتماسات تاع النيابة بلي كانت 4 سنوات حبس نافذ وكذلك 4 سنوات حرمان من الحقوق المدنية، وفي النهاية كيصدر الحكم. هذا الشيء اللي خلانا اليوم حنا بالنسبة لنا كممثلين تاع هيئة الدفاع لازم نوضحوا للرأي العام الوطني وكذلك الدولي بلي خالد ضرارني وسمير بالعربي وسليمان حميطوش راي تبعتهم النيابة بتهمتين المساس بالوحدة والتحريض على التجمهر غير المسلح، وثبتنا خلال الدفاع بلي ما كان حتى عنصر لا الركن المادي ولا ركن معنوي ولا إرادة تاع الناس هذو باش يهدوا السلامة تاع واحد التراب الوطني ولا باش يحرضوا الناس هذو. سليمان حميطوش سمير بالعربي نشطاء وهذا شيء معروف، ودخلوا ديجا للسجن في قضية من قبل، وكان سمير بالعربي تمت متابعته أمام محكمة بير مراد رايس ودى البراءة بنفس التهم. واليوم تشوفوا باللي كاين توجه من طرف السلطة أولا في تداخل في السلطة القضائية، وهذا الشيء اللي نددنا به احنا كهيئة الدفاع باللي الشعب الجزائري ملي خرج في 22 فبراير 2019 هو يطالب بالفصل بين السلطات وباستقلالية السلطة القضائية. حنا رانا نطالبوا باللي القضاة كي يحاكموا أي إنسان أي مواطن جزائري سواء خالد الدراني ولا غيره ولا معتقلي الرأي ولا المعتقلين السياسيين، لازم القضاة يلتزموا بواش كاين في الملف، يحاكموا الإنسان ويديروا معاه الانتيغوغاتوار على واش كاين في الملف. ما هو خارج الملف مش من حق العدالة تهضر على حوايج اللي مش موجودة في الملف. ولكن اليوم شفنا باللي تصريحات رئيس الدولة هي اللي وجدت تقريبا الحكم اللي صدر اليوم ضد المتهمين في 3، وضد خاصة الحكم بالحبس النافذ ب3 سنوات ضد خالد الدراني. احنا نديروا هذه الندوة الصحفية اليوم فقط باش ننوروا الرأي العام ونقولوا ما هي الخلفيات. اليوم نعتقد باللي كاين متضررين، خالد الدرارني كإنسان وكصحفي متضرر لأنه قام بالمهمة تاعو، المتضرر الثاني هو القضاء لأنه القضاء اليوم أصبح يستغل كوسيلة توظف لتصفية الحسابات وهذا الشيء خطير، والمتضرر الثالث هو الصورة تاع الجزائر اللي راهي تقول راني دولة ديمقراطية وراني دولة تاع الحريات وراني نحترم الحريات تاع المواطنين والمواطنات. دونك اليوم هذا الشيء اللي خلانا نديروا معكم هذه الندوة الصحفية باش نوضحوا رانا تحت تصرفكم لأي أسئلة. نحيل الكلمة إلى سي محمد والنوغي. تفضل. والنوغن والنوغن هي الصيغة الأمازيغية تاع والنوغي. والنوغي سي عرابيزي والنوغي سي الدربريزي. هي نفس القبيلة. السلام عليكم، نزول فلاون. الفرصة هذه تاع الفرصة تاع الندوة الصحفية هذه نعطي المهاب باش نعلنوا وإن كان يعني لجنة مساندة خالد الدراني الصحفي خالد الدراني كانت موجودة منذ أن تم اعتقاله، ولكن اليوم نعلنوها بشكل رسمي باللي هذه اللجنة مفتوحة
للجميع، كما سواء صحفيين ولا حتى المواطنين والأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع المدني، كل فاعلين في الساحة الوطنية. علاش؟ لأن قضية حرية الصحافة هي قضية مجتمع وليست قضية صحفيين وحدهم، ما هيش قضية تاع وظيفة برك، ما هيش قضية تاع كوربوراسيون، هي قضية تاع مجتمع، قضية تاع شعب. خالد راني انا حضرت المحاكمه تاعو، غطينا كامل المحاكمه تاعو، ما كانتش محاكمه تاع شخص ارتكب افعال، حكم محاكمه تاع مهنه. الاسئله اللي كان يطرحها القاضي ولا اللي كان يطرحها النائب العام عليه هي اسئله تتعلق بممارسه مهنه الصحافه، يقولوا له كيفاش تتعامل بدون اعتماد. على بالكم الحكايه هذه تاع كيفاش تتعامل مع الصحافه الاجنبيه تي في 5 ولا فرانس 24 ولا الجزيره ولا اي قناه اجنبيه، تتعامل معها بدون اعتماد، هذه ماهوش قانون، ما كاش قانون في الجزائر يمنع العمل بدون اعتماد ولا بالاعتماد، ما كاشها. الشيء اللي كاين انه كاين اجراء اداري تمارسه الحكومه الجزائريه، يعني مع كل قنوات، مع كل وسائل الاعلام الاجنبيه تعطي لهم الاكريديتاسيون باش يكون عندهم مكتب في الجزائر. هذا المكتب واش يعني؟ انك لما تكون انت اكريديتي ميم سي فالابل ميم بور لا بريس لوكال، لا بريس ناسيونال، عندك اكريديتاسيون باش تروح تغطي حدث معين. هذا واش يعني لاكريديتاسيون؟ اما انه الصحفي يتدخل في قناه في تي في 5 ولا فرانس 24 ولا اي قناه، يتدخل في قناه ولا يدير دي بريستاسيون سيرفيس مع قناه كولابوراتور كيفاش يسموها يعني في الجربون تاع الصحفيين كمتعاون مع قنوات اجنبيه، هذا ما يحتاجش اعتماد. ما كاش حاجه في القانون الجزائري تقول بلي كيما تخدم مع صحافه اجنبيه بدون اعتماد تروح الحبس. سان اكزيست با في القانون في القانون الجزائري، وسان اكزيست دون زوكي لوا او مون. ثانيا، علاش قضيه حريه التعبير هي قضيه مجتمع ماهيش قضيه تاع صحفيين وحدهم ولا قضيه تاع فرد تاع افعال ارتكبها خالد راني؟ لما القضيه تسال خالد راني تقول له علاش نشرت البيان الفلاني؟ ما يهمش شكون البيان، بيان تاع الباد ولا بيان تاع حزب سياسي اخر ولا اي بيان. كيفاش الصحفي ما ينشرش بيان تاع اي تنظيم كاين؟ اليوم قال لك الباد، مي غدوه يقولوا لنا حتى الاحزاب المعتمده، غدوه يقول لك النقابات، غدوه كلش. صدر اليوم اذا كان سمحنا، اذا كان صحفيين سمحوا اليوم القاضي يسال صحفي علاش نشرت بيان فلاني، نفتحوا الابواب اللي يولي وحدونا قائمه الاحزاب ولا قائمه الشخصيات، ولا راهم دايرينها في القنوات العموميه، في التلفزيون كاين قائمه شكون تجيب شكون ما تجيبش، في الراديو كاين قائمه شكون تجيب، يديروها بور توت لا بريس، يديروها بور تو لي جورناليست. واذا كان كملنا معاهم راح يديروا لنا ميم لاكريديتاسيون بور لا بريس ناسيونال، ماشي غير لا بريس لاترونجير. ما عندكش لاكريديتاسيون ما تخدمش، تو سرا بلي جورناليست، لازم يعطوك هما لاكريديتاسيون. انا نهار يعطيني يا عمار بالحيمه لاكريديتاسيون ديميسيوني، والله ما ديتش لاكارت تاع كريم تاع حميد كريم، ما نديش لاكارت تاع عمار بالحيمه، ما ندي كارت تاع حتى وزير. نهار نولي نخدم بلاكارت اللي يعطيها لي وزير والله ما نخدم، والله غير نروح نبيع الخبز، نروح ندير الكسره نبيع الخبز في الطريق، وما نخدمش بكارت يعطيها لي وزير. فوالا. شكرا سي محمد. استاذ بادي تفضل. شكرا على الحضور. احنا متواجدين اليوم في مقر اسواس ديسباري ونشكرهم ونحييهم على انهم في كل مره يمكنونا من المقر لندافع معا على الحريات والحقوق، وهذا شيء مشكورين عليه جزيل الشكر. نشطاء اسواس ديسباري جزيل الشكر لكم، جزيل الشكر للسيدات والساده الحضور والصحفيين والصحفيات. الاهم في هذا الموضوع والمهم في هذه الندوه يجب أن نؤكد على نقاط ثلاثة في هذه الندوة وأراها مهمة جدا. النقطة الأولى التي يجب أن نؤكد عليها، لماذا تم اعتقال خالد راني؟ النقطة الثانية، بماذا تم اعتقال خالد راني؟ والنقطة الثالثة، ماذا حدث بعد اعتقال خالد راني؟ هذه الثلاث محاور نحاول نتناولهم باختصار باش توصل فكرة واضحة للرأي العام الداخلي والرأي العام الدولي على أن خالد راني صحفي مسجون ظلما في السجون الجزائرية. لماذا اعتقل خالد راني؟ سؤال مهم جدا.
خالد دراني قبل اعتقاله تم مساومته عدة مرات، وتم اعتقاله من عدة دوائر أمنية. في كل مرة كانوا يأخذوها، أعتقد أنهم أخذوها 4 مرات، دوائر أمنية مختلفة، وحاولوا يساوموه في الكلمة الحرة، في الصورة الحرة، في العمل المستقل الذي يقوم به، عكس أبواق الإعلامية التي يستغلها النظام والتي وظفها لصالحه وقيدها على أن تتخلى عن تغطية الحراك وأن تسايره في فكرة الانتخابات والمضي في خارطة طريق السلطة. فخالد دراني رفض كل هذه المساومات الأمنية وأصر على البقاء حرا في إيصال الكلمة الحرة والصورة بكل أمانة للمواطن، لأنه يؤمن بأن من حق المواطن كما هو موجود في الدستور الجزائري الحق في المعلومة بدون أي تلوين سياسي، بدون أي ضغط سياسوي، وبدون أي توجيهات سلطوية. خالد بقى وفيا للخط المهني الاحتلالي الأصيل الذي أراد من خلاله أن يكون صحفيا حقيقيا لا يساوم في مهنته. هذه اللي خلت السلطة تعتقل دراني بعد عدة مساومات ترفضها كلها، فقررت السلطة أن تسكت هذا الصوت من خلال وضعه في السجن. بماذا اعتقل خالد دراني؟ طرحنا السؤال لماذا، الآن نطرح السؤال بماذا. ما هي الوقائع، ما هي الوقائع التي نسبت لخالد دراني وهي موجودة بين أوراق الملف الذي وضع بين يد المحكمة؟ في أوراق الملف موجود فيديوهات، أول حاجة سئل عنها خالد دراني هي فيديوهات ينقلها بكل أمانة من أهازيج وهتافات وشعارات يحملها الجزائري أثناء حراكه في الشارع، وبكل يعني بدون أي تغيير يوضعها بين قوسين وينقلها بدون أي تعليق عليها في إطار عمل الصحفي الذي كان يديره من خلال منصته على التواصل الاجتماعي. إذن هذه هي الواقعة التي سئل عنها أمام قاضي التحقيق، أمام الضبطية القضائية، وأمام جهات الحكم التي أصدرت الحكم. سألوه على فيديوهات، لماذا تنشر هذه الفيديوهات؟ يعني مسألة خطيرة جدا، أنه إنسان ينشر فيديوهات على صفحة التواصل الاجتماعي لهتافات المواطنين تعتبر تهمة. هل يمكن أن يكون هناك عاقل يعتبر تصوير هتاف الشارع فعل يجرمه القانون؟ إذن السلطة الجزائرية، السلطة الأمنية والسلطة القضائية اعتبرت هذه الوقائع جرما، رغم أنها لا يمكن لهذه الوقائع أن نجد لها نصا قانونيا يكيفها. وهذه يعني مصيبة عظمى تحدث في 2020 في القضاء الجزائري. النقطة الثانية التي سئل عنها خالد دراني هي مشاركته كضيف، أنا نقول كضيف، وعبد المجيد تبون كان ضيف في فرونس 24. إذا خالد دراني سئل لماذا تستضيف فرونس 24، هذه هل يمكن أن نسقط فعل استضافة شخص أمام قناة ما بأنه فعل يجرمه القانون؟ هذه مستحيل. الأسئلة الأخرى التي طرحت تتعلق بتي في 5 موند، لماذا تتعامل بأي طريقة؟ وضح بأن الطريقة التي يعمل بها مع تي في 5 موند هي بصفته صحفي متعاون، وهذا متعارف عليه دوليا، وأعتقد بأنكم تعرفون هذا جيدا كونكم صحفيين. إذن فهذه هي الوقائع التي سئل عليها خالد دراني، فيديوهات ومشاركات إعلامية. هل الفيديوهات التي ينشرها والمشاركات الإعلامية التي يساهم خلالها في إثراء المعلومة للمواطن تشكل بأي شكل من الأشكال جريمة يعاقب عليها القانون؟ وضعوا له من خلالها التحريض على التجمهر، المساس بالوحدة الوطنية. إذن أعتقد بأنني أكتفي هنا فيما يخص بالسؤال الذي طرحته، وقلت بماذا اعتقل خالد دراني. الآن السؤال المهم في خضم هذه الندوة اللي لازم نأكد عليه هو ماذا حدث بعد اعتقال خالد دراني، وماذا حدث للقضاء
ماذا حدث للقضاء، وتتذكرون جيدا أن بمجرد اعتقال خالد راني التلفزيون العمومي راح استضاف وكيل جمهورية ونائب عام مساعد وقدموهم في التلفزيون العمومي يحاولوا يقولوا بأن الجزائر ما عندهاش صحفيين في السجن، وجاءوا يتكلموا على أن الوقائع المنسوبة للصحفيين المتواجدين في السجن لا ترتبط بمهنتهم، وإحنا كنا رجعنا كهيئة الدفاع لمدير التلفزيون قلنا له بأنه ما يحق لكش أنك تجيب وكلاء النيابة باش يوجهوا تصريحات اللي ربما تأثر على عمل القضاء، وقلنا له بأنك راك تحت طائلة المادة 147 من قانون العقوبات التي تمنع أي تأثير على عمل القضاء قبل صدور الحكم. لم تكتفي السلطة بتصريحات وكلاء النيابة، مشى السي عمار بالحمر زاد التصريحات يتكلم من خلالها على رساف، يتكلم من خلالها على أن الصحفيين اللي راهم مسجونين أرادوا زرع الفتنة، ومشى في نفس المسار تاع التلفزيون العمومي علّه يساهم بشكل آخر في تحويل مسار القضية إلى تأثير سلطوي آخر. إذن نحن الآن أمام تأثيرات التلفزيون العمومي اللي هو ملك الشعب الجزائري باستضافة وكيلي نيابة دون أن يسمح التلفزيون العمومي بحق الرد للمحامين تاع الصحفيين. وفي تلك الفترة كان هناك أعتقد 3 أو 4 صحفيين راهن السجن، راهن الحبس المؤقت عفوا. التدخل الأخير كان من طرف رأس الجهاز التنفيذي عبد المجيد تبون، يستضيفوه صحفيين يتكلم على ملف خالد راني بإيحاءات وبطبطينات أقل ما يقال عنها أنها كانت سببا في التأثير على عمل القضاء. نحن نؤمن بأن لولا هذه التدخلات من جهات التلفزيون العمومي وجهات وزارة الإعلام وجهات رأس السلطة التنفيذية ما كان ليصدر هذا الحكم وبهذه الطريقة، رغم أن القانون وأنا قلت المادة 147 من قانون العقوبات، وكنا رجعنا حتى على تصريحات عبد المجيد تبون ورجعنا له في بيان وقلنا له بأن هذا العمل يمنعه القانون أنكم تصرحوا وتأثروا على القضاء، وهو يعني ملف خالد كان آنذاك أثناء التحقيق وسير التحقيق، وشفنا أن النتيجة أنه خالد راني في النهاية ينال أقصى عقوبة منذ بداية محاكمة الحراك في جوان 2019. كل نشطاء الحراك على اختلاف التهم التي تبعوا بها كانت أقصى عقوبة نهلها خالد راني يوم 10 أوت 2020. لا نعلم لماذا ولا نعلم كيف ولا نعلم ماذا يريدون بالضبط من خالد راني، ماذا يريدون من الكلمة الحرة، ماذا يريدون من الضغط على حريات الجزائريين. لأن اليوم إذ نجتمع هنا فنحن نجتمع من أجل الحفاظ عن الحريات الأساسية، لأن حرية الصحافة وحرية الرأي وحرية الكلمة يرتبط بها مصيرنا جميعا ويرتبط بها مصير البلد. نحن لا ندافع على خالد راني فقط، نحن ندافع على حرية الكلمة وحرية الصحافة وحرية كل جزائريين. نحن اليوم رانا هنا ربما حاولنا نعطيكم فكرة شاملة ومستعدين للإجابة على أي سؤال تطرحوه، إن شاء الله نحاول ننفع ما استطعنا، وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ بادي. الكلمة سي محمد سيدمو. سيدمو تفضل. شكرا. شكون صاحب الميكرو هذا يجي سيدي؟ هذا قولوا له.
السلام عليكم، شكرا جزيلا على الحضور وشكرا لSOS ديسباري على توفيرهم هذا المقر. نحن الصحافة الجزائرية ممنونة اليوم لSOS ديسباري رغم أنها لم تقف معها كثيرا يعني في محنتها خلال سنوات سابقة. أعتقد أننا اليوم نعيش صدمة في الصحافة الجزائرية ونعيش حداد ونعيش أيام حزن في الصحافة الجزائرية، لأنه هذا الحكم على خالد الضرارني أعتقد أنه يشكل سابقة في تاريخ الصحافة الجزائرية، وهو حكم يعني يأتي ليناقض تماما كل الخطابات السلطوية التي تتحدث عن عهد جديد في الصحافة الجزائرية، عن حرية مطلقة للتعبير. اليوم الحكم على خالد الضرارني يثبت أن هذا الكلام كان كلام زائف وكان كلام للاستهلاك الإعلامي فقط. والحقيقة الماثلة أمامنا اليوم هي أنه عدنا زميل بسبب عمله الصحفي موجود في السجن أيها الزملاء، وهذا أمر خطير جدا لأننا نعيش اليوم في القرن 21. هذه الممارسات في العديد من الدول انقرضت تماما، ولكنها للأسف الشديد ما زالت موجودة في الجزائر وبشكل فظيع. أنا ما أريد التأكيد عليه اليوم أنه خالد الضرارني اعتقل وحكم وأدين وهو صحفي، بمعنى أنه كل ما جرى هو غير دستوري وغير قانوني، لأنه عندنا المادة 50 في الدستور 51 في الدستور تقول وتبين وتوضح أنه لا يجوز حبس الصحفي، بينما كل الوقائع الموجودة في ملف خالد الضرارني يعني إلى أن يثبت العكس هي تبين أنه كان يقوم بعمله الصحفي. بل أضيف على ذلك، حتى الجهات الرسمية اليوم تعترف أن خالد الضرارني حكم وأدين لأنه صحفي. نشوف لا ديباش برقية وكالة الأنباء الجزائرية تصف خالد الضرارني في المحاكمة بالصحفي، نشوف التلفزيون العمومي يصف خالد الضرارني في المحاكمة بالصحفي. إذن أنتم سجنتم صحفيا ولم تسجنوا مناضلا مثل ما كنتم تزعمون في السابق، أنه ما عدناش والله ناس موجودين في السجن اللي بسبب أدائهم عمل الصحفي. لا معليش، ولكن لأنه احنا نهضروا من الجانب القانوني والدستوري أنه الصحفي لا يسجن، بالتالي هم يثبتون على أنفسهم اليوم أنهم سجنوا صحفيا في مخالفة واضحة وصريحة للدستور. وكيف يفهمونا إذا كان دستور مكتوب نقراوه موجود في الجريدة الرسمية وكل شيء يعني في الموقع تاع الجريدة الرسمية في الانترنت، إذا هذاك هو الدستور هذاك هو. إذا كان دستور غير مكتوب يتم التعامل به بطرق ملتوية وبطرق أمنية وبطرق غير يعني قانونية مع الصحفيين يقولون هذا الشيء، ولكن ما يجوش يهمون بأن خالد الضرارني اعتقل وأدين لأنه ليس صحفي وكان يشارك في مظاهرة. لا، خالد الضرارني بشهادة ما جرى في المحاكمة اعتقل لأنه كان صحفي، كان يغطي مظاهرة، كان ينشر بيانات لأحزاب سياسية، كان يغطي مسيرات الحراك، وبالتالي كل هذه الوقائع إن لم تكن عملا صحفيا فما هي؟ يعني لا يوجد لها توصيف آخر. أنا أعتقد أنه خالد الضرارني اليوم ليس قضية شخص خالد الضرارني، القضية أعتقد أنها تجاوزت شخص خالد الضرارني، وهي قضية الصحافة الجزائرية برمتها، قضية مستقبل الصحافة الجزائرية. لأنه خالد الضرارني يراد له أن يغتال معنويا، وأنا أزن كثيرا كلامي، يعني يريدون اغتيال المعنوي لشخص خالد الضرارني. لما يخرج مسؤول كبير في الدولة ويصفه بالخبرجي هذا اغتيال معنوي للشخص، ولما لا نجد
اثرا لهذا الكلام في الوقائع وفي المحاكمه هذا اعتقد انه فضيحه دوله تمت في الجزائر بعد ادانه خالد الضراوني، يعني وبعد التاكد انه ما 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 يوجد في الملف ليس موجودا يعني في الواقع وفي الحقيقه. يعني انا اعتقد انه الخلفيه اليوم اصبحت واضحه، خالد الضراوني اعتقل وحكم وادين لانه صحفي. لماذا استهدف خالد الضراوني بالذات؟ استهدف خالد الضراوني بالذات لانه كان يغطي الحراك الشعبي، لانه كان ينقل صوت، ونحن نعلم ان السلطه كانت ترفض تماما منذ شهر ابريل وارواح ان يتم تغطيه الحراك الشعبي سواء في القنوات او في الصحف وما الى ذلك، وحتى القله القليله الباقيه التي كانت تغطي الحراك الشعبي كانت تمارس عليها التضييق، يمارس عليها الرقابة، تطارد في قوتها، الصحفيين يتعرضون للملاحقات الأمنية. إذن خالد الضراوني يمثل هذا الرمز الذي يراد من خلاله أن يغتال من أجل أن يتم تخويف الصحفيين، من أجل أن يتم تهديد الصحفيين على أساس أنه هناك خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها. أنا أعتقد اليوم حتى أختم أنه لا يمكن أكررها ثلاث مرات أن تكون هناك حرية صحافة في الجزائر دون إطلاق خالد الضراوني ودون إطلاق مسار إصلاحات حقيقية في الصحافة. وشكرا. شكرا سي محمد، يعطيك الصحة. دونك ننطلق مباشرة للأسئلة باش نفتح المجال للسيدات والسادة الصحفيين إذا عندهم أسئلة حول نقاط أخرى اللي ما تناولناهاش في هذا الندوة الصحفية من طرف المتدخلين الأربعة. تفضلوا، ماذا بكم اللي يتكلم يقول شكون هو وشكون يعني القناة اللي يمثلها. تفضل شبل هشاد. بيان سور، السلام عليكم ورحمة الله. Les avocats font un excellent travail, le comité de défense fait un excellent travail. La question qui se pose aujourd'hui, comment arrêter, je sais que c'est une conférence de presse, hein, donc je vais aboutir par une question. Comment arrêter cette politique répressive à l'égard des médias, à l'égard des journalistes, à l'égard de ceux qui détiennent des blogs, ceux qui s'expriment au niveau de Facebook. C'est la question aujourd'hui qui est centrale pour la profession. Que faut-il faire aujourd'hui, nous journalistes? Les avocats, ils font leur boulot, ils font un excellent boulot, de mon point de vue. Que faut-il faire aujourd'hui pour que la profession s'organise dans des conditions sanitaires pénibles, difficiles? Que faut-il faire aujourd'hui pour arrêter tout ça et surtout pour faire sortir de prison tous les collègues qui sont aujourd'hui derrière les barreaux. Et je pense que la condamnation de Khaled Drahi est une catastrophe qu'on n'a pas connue depuis de longues années. Moi, je suis dans la presse, ça va faire rire un peu les gens, mais depuis 113, on n'a jamais vu un scénario pareil. C'est-à-dire qu'un journaliste condamné à 3 ans de prison, on dirait que c'est un trafiquant de drogue. Ça, c'est des peines qui sont dévolues à des grands bandits qui braquent des banques, qui font du trafic de drogue, etc., etc. Un journaliste, 3 ans de prison, je pense que c'est une volonté du pouvoir de mater ce qui reste comme liberté d'expression. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il ne reste pas beaucoup d'espace public d'expression. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Et je reviens aux journalistes qui sont au niveau du comité d'Ali. Peut-être c'est ça. Ma suggestion, c'est de réfléchir. Est-ce qu'il ne faut pas réunir aujourd'hui plus de journalistes pour discuter des voies et des moyens, discuter la marche à suivre? Est-ce qu'il ne faut pas, dans les prochains jours, se retrouver en respectant les conditions sanitaires pour voir quelles sont les actions à mener, quels sont les axes de travail, etc. Parce que la bataille va être dure, elle est déjà dure,
Il y a déjà eu 3 ans de prison pour Khaled Drarni, c'est inimaginable. C'est une condamnation qui est d'une ampleur pour le monde de la presse, ici en Algérie, dans le monde. C'est excessif. On a eu des échos, des réactions au niveau international. Notre pays est aujourd'hui classé tout simplement comme étant une dictature. Voilà, voilà, on jette un journaliste parce qu'il a tout simplement, c'est la France qui revient partout dans le monde, il a filmé le Irak, allez, 3 ans de prison, etc., etc. Donc la question que je pose aux animateurs journalistes du comité, les avocats, ils nous ont très bien éclairés aujourd'hui, que faut-il faire pour justement arrêter cette politique répressive à l'égard des médias? Quels sont les axes qu'il faut définir entre journalistes, en s'appuyant sur la société civile, s'appuyant sur le mouvement associatif, les partis politiques démocratiques, tous ceux qui sont intéressés par la construction d'une Algérie démocratique. Voilà ma question aux journalistes qui sont... Que faut-il faire aujourd'hui? Merci. Merci, monsieur Mouchette. On va prendre question par question ou un nombre de questions qu'on parle sur votre part. Question par question. Question par question. Monsieur Omar, la question de Omar, on l'a débattue. C'est l'objet de ce comité qui a été créé depuis l'arrestation de Khaled. Depuis 4 mois déjà, et depuis 4 mois qu'on cherche une solution, qu'est-ce qu'il vient de faire pour le libérer? Donc, on a un seigneur, peut-être une sortie de personne n'imaginait qu'il allait être condamné pour 3 ans de prison. Déjà, qu'il y a un mandat d'époque pour l'intention. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le libérer? Pour qu'il soit libéré. Lui, il est condamné. Ça fait 4 mois qu'il est en prison, madame Lawadou. Il est condamné à 3 ans de prison, mais il y a 4 titres qui ont donné l'information de ramener à la une. D'autres journaux n'ont même pas donné l'information. Donc c'est vraiment dur, de réunir aujourd'hui les journalistes. J'aimerais bien à la locale, un appel tout de suite, un rassemblement, une galère, ou je ne sais pas, que les journalistes les suivent. Qui va suivre? Je suis sûr que dans la rédaction, qui continue encore, au moins, à assurer le minimum d'adaptation, l'information sur les détenus d'opinion sur les journalistes incarcérés, etc., ou les condamnés. Hadou, ce n'est pas tous les journalistes qui vont suivre le mandat de grève ou le mandat de rassemblement. Maintenant, avec le comité, et on continue à discuter pour trouver un moyen. Voilà. Merci. J'aimerais rajouter quelques éléments suite à l'intervention de M. Brochette. Marc Berry, il y a bien des gens qui sont des pionniers dans la presse libre. Ils sont nous à la diôme. قضية كل مواطن ومواطنة جزائرية. علاه؟ على خاطر لو كان الصحفيين الأحرار ما ندافعوش عليهم اليوم، ما ندافعوش على حرية الصحافة، ما كان حتى واحد غدوة راح ينقل الانشغالات سيتادير إلا رانا تاكلين على المؤسسات الإعلامية تاع لا بروباغاند اللي تصرف عليها 15 مليار وباش برك يزينوا وجه المسؤولين. هذا شيء خطير. دونك انا نقول اليوم باللي حقيقه ما لازمش نروحوا لديارنا ونقعدوا كوم سي دو ريان نو سي باسي. لا اليوم كنا كمجتمع، والمجتمع فيه الطبقه السياسيه، فيه النخب، فيه المواطنين، وفيه الاعلاميين. لازم كامل نقولوا باللي اليوم العقوبه تاع خالد الدرامي تهديد وعقوبه ضد كل الصحافه الحره، تهديد وعقوبة وانسداد لكل مصير الصحافة في الجزائر. دونك انا قلتها ديجا، تحملت مسؤوليتي ان طونك بوليتيك و ان طونك مومبر دو كوليكتيف تاع لي زافوكا، قلتها بلي اليوم مش مصير خضرا اللي راهو في خطر كشخص، ولكن مصير الصحافة
وحرية الصحافة هو اللي صبح في خطر في بلادنا. إذا ما نتجندوش، إذا أنسو موبيليز با كامل كمجتمع كنخب، وحنا عندنا الأولوية كنخب باش نتصدروا هاد لا موبيليزاسيون. نحب برك ما تفوتنيش الفرصة باش نشكروا كل الصحفيين في العالم. خالد الدراني تجندوا له كل الصحفيين، ولا نقولوا صحفيين في كل مناطق العالم، في اسيا، في افريقيا، في امريكا اللاتينيه، في امريكا، في اوروبا، في كل مناطق العالم تجندوا خالد الدراني وندوا بهذا الظلم اللي ما يستحقوش خالد الدراني كصحفي. الى جوست في سون ميتي دو جورناليست. دونك وي لي اكسيون سي نيسيسير. بدات في الندوه الصحفيه ما راحينش نعلنوا عليهم ولا، ولكن نعلنوا على الاقل ان ابيل كما قال السي محمد، ان ابيل لكل الاحرار في البلاد، لكل الناس اللي راهم باغيين المطالب تاع الشعب اللي عبر عليها دوبي 22 فيفري، ومن بينها الحريات الاساسيه ما لازمش نسكتوا عليهم، ولازم هذو يبقاو دائما هما الاهداف تاعنا المشتركه اللي هما الحريات. دونك ان ابيل لكل مواطنين، لكل النخب، لكل الصحفيين أينما وجدوا في الخارج في الداخل، لازم اليوم نتجندوا باش نوضعوا حد إلى هذه الممارسات ونوقفوا في وجه هذا السلطة اللي هي تتكلم خطاب ولكن في الممارسات دير العكس. تذكروا باللي رئيس الدولة قال أنا راح نمد يدي وراني ندعم حرية الصحافة، ولكن اليوم يعود رئيس الدولة اللي هو ضامن لاستقلالية السلطة القضائية، رئيس الدولة ضامن بحكم الدستور إلى احترام الدستور والسهر على تطبيق الدستور. الدستور يقول يمنع أنه صحفي يدخل الحبس على خاطر مارس مهمته كصحفي. اليوم لازم نقولوا باللي رئيس الدولة يتحمل المسؤولية السياسية والمسؤولية القانونية، لأنه اليوم راهو كاين هناك خرق الشيء اللي موجود في الدستور. دونك حنا لازم كل انسان ما يحترمش قوانين الجمهوريه، وحنا كشعب كمواطنين كنخب نشوفوا باللي المواطن الجزائري كان في قمه الوعي لما جات الكورونا وجا الحجر الصحي. المواطنين حبسوا الحراك الشعبي، حبسوا المظاهرات السلميه، ولكن النظام مازال مستمر. اليوم لازم نقولوا للنظام باللي اللي يخرق في الدستور واللي ما يحترمش قوانين الجمهورية هو النظام الجزائري وهو السلطة في الجزائر. دونك ما لازمش نسكتوا على هذا الحاجة هذه. إلى اليوم خالد الدراني دار 3 سنين، لو كان ما نعقبوها مرور الكرام وما نتجندوش راح يكون مصير كل الجزائريين في خطر. تفضلوا إذا كان أسئلة أخرى. تفضلي مدام. صحفية صابرين عمينة، حاليا لا انتمي لاي قناة او مؤسسة اعلامية. اول حاجة راني حابة نبدا بها انه القرار المتخذ في حق زميلنا الصحفي خالد الدراني هو قرار اقل ما يقال عنه انه قرار مجحف، ليس في حق خالد فقط بل في حق الصحافة وفي حق حرية الصحافة وفي حق كل صحفي حر في الجزائر. اليوم للاسف خالد دفع ثمن مهنيته، 3 سنوات حكمت او تقررت بحق خالد كانت او دفعها بسبب مهنيته، بسبب وطنيته، بسبب حبه لنقل صوت ورساله الشعب، بسبب انه خالد كان هو اللي عوض المؤسسات الاعلاميه في وقت ادارت فيه ظهرها لهذا الشعب. خالد قرر انه يكون هو منبر هذا الشعب وصوتهم ليوصل رسالتهم. اليوم سؤالي لكم ساده المحامين، وكذلك اليوم اسال، وهذا السؤال موجه كذلك للقاضيه التي قررت هذا الحكم في حق الصحفي خالد الدراني، وكذلك لوكيل الجمهوريه وحتى لرئيس الجمهوريه في حد ذاته، كيف لثلاثه اشخاص يحاكمون بنفس التهم، المساس بالوحده الوطنيه والتحريض على التجمهر غير المسلح، ان يتم اقرار او الافراج في حق شخصين بينما الشخص الثالث يتم الزج به في السجن وللاسف يتم الحكم عليه بعقوبة 3 سنوات وهي العقوبة الأقصى منذ بداية الحركة كما سبق وذكرتم. للأسف اليوم أقول بأن الصحافة الجزائرية تعيش للأسف تعيش في السجن، نحن مسجونون. اليوم نحن هنا رانا نظمنا الندوة الصحفية، ولكن أنا يعني أشعر بأنني مسجونة، زملائي كذلك، يعني اليوم حتى ونحن أحرار ولكن بسجن خالد نحن كلنا مسجونون. كما قال خالد لما يكون صحفي واحد في السجن فإننا كلنا في السجن.
إذا درتوا في بالكم باللي بسجن خالد سنسكت وسنرضخ لن نرضخ، بل زدتمونا عزما على أن نقول الحقيقة وعلى أن نستمر في نقل الواقع وفي نقل الرسالة اللي أراد خالد أنه يوصلها للناس ويوصلها للشعب. اليوم نقول بأنه نحن كصحفيون ولو أننا قليلون في يعني في هذه الندوة، ولكننا يعني نملك من العزم ما يخولنا، لأن نعوض كل هاد الصحفيين في المؤسسات الإعلامية للأسف اللي ما تضامنوش مع زميلهم واللي ما حبوش يهضروا. يعني للأسف لما تشوف زملاء في المهنة في مؤسسات إعلامية أخرى يرفضون، ويعني للأسف 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 يخافون من أن ينشروا حتى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بالك أنه يروحوا يهضروا في مؤسسات الإعلامية. اليوم لما صحفي يسجن ونشوفوا أنه صحفيين خارج الوطن من كافة بلدان العالم تضامنوا مع خالد راني في حين أبناء بلده واللي راهم من نفس البلد سكتوا، للأسف أنا نقول بأنه تمنيت أنه ما ندخلش للصحافة وما نعيش هذا الوضع المزري الذي أقل ما يقال عنه أنه سجن الصحافة. للأسف يعني هذه الازدواجية في الحكم وهذه الازدواجية في القرار وين رانا رايحين؟ ما كان ذنب خالد، هل ذنبه الوحيد أنه كان صحفي أم ذنبه الوحيد أنه قرر ينقل صوت ورسالة الشعب؟ قولوا لنا هل خالد متهم فعلا بالتخابر؟ أعطونا الأدلة، علاش ما حكمتوهش نهار كان في المحكمة بتهمة التخابر؟ لماذا المسس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر المسلح؟ أعطونا الحل. السيد عبد المجيد تبون، أنت قلت بأنه خبارجي، أعطينا الدليل باللي خالد فعلا خبارجي. نحن ننتظر الدليل ووقتها رح نسكت، ولكن الآن لما قررتم أن تحكموا على خالد دراني بثلاث سنوات سجن نافذة لن نسكت ولن نرضخ، بل سنواصل إلى أن يتحرر خالد دراني ونحرر الصحافة الجزائرية. نعطيه الأستاذ بادي يجاوب على هذا السؤال. أقل ما يجب أن يقال في سؤالك هو أن التحامل على خالد راني كان واضح، وأن منظومة الحكم في قضية خالد راني سقطت سياسيا وسقطت قضائيا وسقطت أخلاقيا. كيف سقطت سياسيا؟ سقطت سياسيا عندما يقولوا ناس ينتميوا للجهاز التنفيذي يدخلوا في عمل القضاء ويوجهوا القضاء ويأثروا القضاء ويوظفوا القضاء، وهذا هو السقطة السياسية، رغم أن الدستور الجزائري أكد على الفصل بين السلطات ويرفض باش يكون هناك توظيف للقضاء أو تأثير للقضاء أو توجيه للقضاء، لكن توجيه كان واضح. السقطة الأخلاقية حدثت عندما بدأ ما صار هذا الملف، عندما تم توقيف الإخوة سمير وسليمان وخالد، تم توجيه لهم تهمة التحريض على التجمهر مع 30 آخرين، لكن بقوا يروحوا ويرجعوهم للمخافر الشرطة الكوميساريات بوندون تروا جور يوم يرجعوهم. بعدها قرروا قال هذه التحريض على التجمهر ماهيش كبيرة، لازم نلقاو لهم تهمة شوية كبيرة باش تكون فيها عقوبة كبيرة باش نقدروا نديروهم حبس مؤقت ونقدروا ندافعوهم، لكن وقفوهم بدون وقائع، فقط لأنهم كانوا في الشارع. خالد راني كان يغطي مسيرة 7 مارس، وسمير وسليمان كانوا في هذه المسيرة، فقاضي التحقيق قرر يوم 10 مارس باش يدير الإيداع لسمير بالعربي وسليمان حميطوش ويخلي خالد دراني في الإفراج المؤقت. هذه رقابة قضائية، الأمور تمشي في منحنيات أخرى وفي اتجاهات أخرى إلى أن يصدر أمر عفوا قرار من غرفة الاتهام يلغي مسألة الرقابة القضائية ويحولها إلى إيداع رهن الحبس المؤقت. وهذا هنا دينا نشعره بأن هناك حقيقة تحامل إلى خالد راني، والأمور تمشي إلى أن تتضح الرؤية أكثر. يوم 2 جويلية يوم وكيل الجمهورية هو يقدم طالب القاضي التحقيق يقول تفرج على بالعربي وتفرج على حميطوش وتخلي خالد راني، ويصدر أمر من قاضي التحقيق باش يفرج على بالعربي وسليمان حميطوش ويخليه خالد راني على حبس مؤقت،
وهذا هو اللي يعطي انطباع الازدواجيه اللي تكلمت عليها استاذه، ان فعلا لا يمكن ان يكون هناك من المنطق ان الاشخاص يتابعوا بنفس التهم ويتحكموا في نفس المكان وبنفس الوقائع. يكون هذا الجستيس ديفيتاس واحد يدي ديفيتاس واحد يدي 20 شهر سيرسي، وحنا متاكدين باش يكونوا خاوتنا سامير وسليمان متاكدين من براءتهم، ما يستاهلوش حتى 20 شهر سيرسي وما يستاهلوش 4 شهور نافذة. سمير وسليمان ما ارتكبوا حتى واقعه يجرمها القانون، باش نكونوا واضحين، باش هنا ماشي الانسان ما كان البعض اللي يعتقد بان ربما احنا نحوسوا نضعفوا موقف هذا ونقوي موقف هذا. لا، احنا نعتقد ونؤمن من خلال اوراق الملف انه لا سمير برعربي لا سليمان حميطوش لا خالد ضرار ارتكبوا واقعه اجرمها القانون. لكن انك انت تلقي عليهم القبض في نفس المكان وبعد ذلك تصدر احكام متفاوته ما يتقبلهاش المنطق، لكن هنا الحقيقه يجب ان تقال ان التحامل كان واضح منذ القاء القبض عليه الى تصريحات مسؤولين في الدوله الى كل هذا الكلام من بينه عباره خبارجي لاوراق الملف والوقائع والاسئله اللي دارت في الجلسه. لا يوجد اي شيء كان يمكنهم انهم يوضعوا الخالد الضرابي تهمه التخابر. يعني هنا كذلك مسألة أخلاقية أنه يكون رأس الجهاز التنفيذي ويكون رأس السلطة التنفيذية يتكلم كلام لا يبنى على منطق، وإحنا رسلناه ووضحنا في بيان بأن هناك مغالطات، وإذا رم يعطيك معلومات مغلوطة لازم تكون مدرك لهذا الشيء. وفعلا المحاكمة أثبتت أن خالد الضرامي لم يقم لا بفعل التخبط لا بالمساس بالوحدة الوطنية، ملف فقط فيه عمله كصحفي سواء فيديوهات سواء مشاركات إعلامية لا أكثر ولا أقل. شكرا أستاذ مادي، تفضل. خالد أبو بكر، جورناليست مغربي maintenant. J'ai entendu de communiquer que vous avez lancé la procédure en appel auprès de la Cour d'Alger. Est-ce que Khaled Drami sera comparaîtra en procès individuel ou bien c'est ou bien avec ses co-accusés? Si individuel, est-ce que le mécanisme judiciaire le permet? D'accord. Merci. هو انه التدخل تاع رئيس الدوله لما سالوا الصحفيين على الصحفي الدراني اللي كان في الحبس الاحتياطي ومازال خرق مبدا اساسي في القانون، على بالكم في القانون الجزائي اللي هو لو دروا بينال، اللي هو سكون ابل لا بريزومسيون دينوسونس، يعني قرينه البراءه. قرينه البراءه هذه سي ان برانسيب كاردينال في الدروا بينال، ما عندوش الحق اي شخص اي انكور موان le chef de l'État, il est garant de l'indépendance de la justice et du respect de la Constitution. Il y a une mède de l'Ostour qui est le ministre de la Jumhuria qui est le ministre de l'Ostour Qadaïa. Qui fait le ministre de l'Ostour Qadaïa et qui est le ministre de l'Ostour Qadaïa qui est le ministre de l'Ostour Qadaïa. Ce qu'on appelle le secret de l'information, c'est le ministre de l'Ostour Qadaïa. Le ministre de l'Ostour Qadaïa n'est pas le ministre de l'Ostour Qadaïa. خاصة في سلطة اللي المفروض فيها تكون مستقلة عن السلطة القضائية يتدخل ويوجه هذا التهمة، وهو اللي يتكلم على المسألة تاع تخبريج كونتر خالد الضرامي سون لو سيتي كرا وراح للسفارة ومد المعلومات. دونك سا سي ان بريسيدون تري غراف، يعني حتى في أسوأ اللحظات اللي عاشتها بلادنا ما شفناش بهذه الطريقة المفضوحة انه رئيس دوله يتدخل في قضيه مازال طالعه للتحقيق ويوجهها، وهذا الشيء اللي يفسر الحكم نتاع 3 سنوات. مثلا بالنسبه للسؤال تاعك تاع الاستئناف، كما تعرفوا هيئه الدفاع استأنفت الحكم ككل، يعني استأنفت الحكم اللي صدر تاع 3 سنين بالبريزون فيرم على خالد الضرامي، ولكن ايضا الحكم اللي صدر في حق سليمان حميطوش وسمير بن عربي. دونك هو ملف واحد ما نقدروش نفصلو. حنا درنا استئنافات للمتهمين 3، الان مع الاسف خالد الضرامي راح يبقى في الحبس الى غايه انه تتحدد له جلسه على مستوى الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر.
هذا الشيء هذا شيء مؤسف، ولكن هذا ما يمنعناش حنا كهيئة الدفاع باللي نديروا طلب الإفراج. إذا السلطة، وهذا الشيء اللي نتمناوه باش خاصة باش الصوب لونور دو لالجيري، باسكو هذه رانا اليوم ولينا مضحكة ومنزلة عالمية، أنه صحفي تحكم عليه بثلاث سنين حبس نافذ ويبقى في الحبس. المفروض أنه اليوم الإجراءات تسمح لنا احنا كهيئة الدفاع أننا نقدم طلب الإفراج للهيئة التي أصدرت الحكم، في انتظار أنه يتحدد له تاريخ الجلسة نتاعهم في المحاكمة في الاستئناف، باش على الأقل خد دار نيكما سمير بالعربي سليمان حميطوش يقدروا يمثلوا أمام المجلس في الاستئناف بطريقة يكون حر ويقدر يدير محاكمة طبقا للشروط المطلوبة في شروط المحاكمة العادلة. هذا الشيء اللي نتمناوه. الآن هذا مرتبط ومرهون بمدى التجنيد نتاعنا، سادير لا موبيليزاسيون، il faut continuer la mobilisation باسكو النظام هذا لو كان نسكتوا عليه خلاص حتى النفس راح ينحيه لنا. هاو الآن أي مواطن جزائري يكتب تدوينة في فيسبوك تاعو باسكو راه كاين الحجر الصحي، المواطنين ما يقدروش يظهروا، ما يقدروش يجتمعوا، ما يقدروش يتلاقوا، دونك بقى لهم غير لي ريزو سوسيو. لي ريزو سوسيو مواطن يكتب في الريزو سوسيو في الفيسبوك حاجه يتبعوا قضائيين ويديروا له المساس في الوحده الوطنيه. لا سي تو سو سون توت لي ليبرتي انديفيديوال كوليكتيف كي سون ان دونجي با اونيكمون لا ليبرتي دو لا بريس. Donc tout dépend aussi de notre mobilisation et du soutien qu'on doit créer autour de cette affaire. Fadlo, s'il vous plaît, pour une précision. Vous avez dit qu'il doit comparaître libre. Ce qui veut dire que Khadraji comparaîtra une fois enfin, le procès programmé à la Cour d'Alger, il comparaîtra tout seul. Non. Ça ne veut pas dire qu'il comparaîtra tout seul. Non, pas du tout. Le dossier Heda, c'est un seul dossier, Mille Wahed, qui a une estilaf min taraf de Moutaha min Fitlata. Donc, le Mille Fki, tu vas me faire la Moustawa de Mejlis, il va y avoir un bouquin. Il est hors de l'année Moshab. Donc, pour Hakama Wahda, هذا الشيء اللي نعرفه من الناحية الإجرائية كيف اللي صار في سيدي محمد لي فوا فو كاين كوم لي كوميتي سوتي انترناسيونال اي انفوي لا ليتر تاع بيير غودان هاد تقراوها دوكا على لي ميديا بيان سور. دونك اليوم انا من بيير غودان ميساج او كوميتي ناسيونال دو سوتيان خالد راني جو لي بول journaliste de Pierre Audin, fils de Josette et Maurice Audin, et membre du comité international de soutien à Khaled Ramli. Je ne connais pas Khaled Ramli. Je l'ai croisé à Paris le 17 octobre 2019. Alors, la solidarité s'organiser pour les détenus du Hirak. Je ne connais pas Khaled Ramli, mais je le connais très bien, car c'est grâce à lui, à ses interventions à la télé ou à la radio, à ses posts sur Twitter, que vendredi après-midi, mardi après-midi, j'ai pu suivre ce qui se passe en Algérie. Khaled Ramli est un journaliste algérien indépendant, correspondant du RSF et de TV5 Monde depuis le 22 février. Il couvre le Hirak en toute indépendance, en toute liberté. Le pouvoir algérien ne l'a pas supporté. Il l'a enfermé, condamné Khaled Ramli. Avec lui, il a enfermé et condamné cette liberté légitime à laquelle aspire le peuple algérien. Le Hirak, la révolution du sourire, se réclame des Shuhada de l'époque de la guerre de libération. À l'époque, le journal Algérie républicain a été interdit. L'humanité a été censurée de nombreuses fois, pendant que les journaux, à la solde du pouvoir, prospéraient 60 ans après, alors que le ministre de la Communication et le chef de l'État se vantent de soutenir financièrement la presse, les journalistes sont jetés en prison. D'abord Khaled Ramli, puis Mansaf Aït Qassi, des journaux électroniques sont régulièrement bloqués en Algérie. TSA, Interline, Casbah Tribune.
La nouvelle loi sur les fake news permet d'arrêter quiconque ose s'exprimer sur les réseaux sociaux, y compris les journaux, comme l'a expérimenté le journal Liberté. Mes parents s'occupaient d'héberger des camarades du PCA, Parti communiste algérien, mais aussi l'imprimerie du journal clandestin du PCA Liberté. Quand mon père a été arrêté, les paras ont installé une sorcière, une souricière chez nous, ce qui leur a permis d'arrêter aussi bien Henri Allègre, directeur d'Algérie Républicain, un des slogans du jour. Je ne sais pas si c'est la dernière. Donc voilà la lettre qui a été adressée par Pierre Audin, le fils de Joseph et Maurice Audin, à tout le comité national de soutien à Khaled Drahman. Fablo, je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main tout à l'heure. كاين سؤال واحد اخر ولا اذا نعتقد باللي solidaire. Aujourd'hui, j'ai honte pour ce pouvoir qui oublie son histoire, agresse les manifestants sur la place Audin, arrête Khaled Drahman à proximité de la place Audin, dans la rue même où ma mère garait sa 4 chevaux, une rue. Certainement qu'elle est en pente. Pour pouvoir démarrer sans manivelle. Moi, mon histoire me colle aux tripes. C'est comme si, encore une fois, on arrêtait quelqu'un chez moi. Évidemment, il est très facile de soutenir Khaled Drahman quand on est à Paris, comme moi, que quand on est à Alger, comme vous. Mais ce soutien est indispensable. Khaled Drahman est l'otage du système algérien parce qu'il fait son métier de journaliste en toute conscience. Ce faisant, nous sommes tous otages de ce système. Nous sommes tous en manque d'informations sur la révolution du sourire. La fidélité aux idéaux des Shuhada aurait dû motiver l'Algérie à être la première dans le classement des pays pour les libertés de la liberté de la presse. Elle est la 140e sur 180 pays. Le Maroc est 133e, la Tunisie 72e. Les trois pays semblent s'être entendus pour faire la chasse aux journalistes indépendants. L'Algérie prétend participer au concert des nations en signant des traités internationaux qui garantissent des droits et libertés. Dans la liberté de la presse, elle doit se ressaisir et libérer Khaled Drahman tout simplement et laisser les journalistes faire leur travail. Laissez les citoyens s'exprimer tout simplement. Fin du message. Merci. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je veux juste rappeler à toutes les présents et présentes que le projet de communiqué qui va sanctionner cette conférence de presse, en langue française il est prêt, en langue arabe il y a un peu quelques modifications sur les termes juridiques et tout ça qu'on doit mettre à point pour pouvoir le distribuer. Mais le communiqué en langue française, on va vous l'envoyer
par la suite, une fois que la traduction sera faite fidèlement par rapport au texte en langue française. Donc, il y a une main qui s'est levée. Très bien, madame. Une question, vous avez parlé des actions que le comité allait organiser. Vous avez parlé des actions que le comité allait organiser. Oui. Pour le futur plan, aussi le droit à la formation, etc. J'aimerais savoir quelle est la première action que vous avez organisée. Voilà. C'est une bonne question. Je vais laisser la parole à Simon Mohamed et Nourin, comme ça, il répond à cette question. La première action de moment, c'est de toucher le maximum possible d'acteurs dans la société. On va dégager une délégation, un groupe, elle est ouverte, tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus. On va essayer de toucher toutes les associations, tous les partis politiques, tous les acteurs de la société. Comme ça, dans le but de mobiliser le maximum pour la libération de Khaled Al-Arabi. Voilà. S'il y a lieu ensuite, par la suite, d'aller vers un grand rassemblement ou une grève de signatures ou grève tout court, je ne sais pas si on dit journaux, je ne sais pas, là, ça se décidera ensemble, dans un débat, quand on réunira le minimum de gens possibles pour aller vers une action vraiment qui pourra plaisir. Mais aller vers une action pour une dizaine de personnes, je ne sais pas, qui vont répondre à tout, ça ne sert à rien de lancer maintenant un appel à la grève ou un rassemblement pour avoir ensuite quelques personnes seulement qui vont suivre l'appel. Merci. Alors, s'il n'y a plus de questions, donc je tiens d'abord. Mohamed, vous êtes quelqu'un? هي كاينة نقطة ربما لأنه الناس لما سمعت أنه ربما خالد الدراني تلقى أموال بالأورو من قنوات أجنبية، أنا أريد أن أقول أنه هناك بروبوكول تتعامل بها القنوات الأجنبية وأن القنوات شبهة. الفكرة أنه يعني تم تداول في مواقع التواصل أنه خالد الدراني تلقى أموال من قنوات أجنبية بسبب مشاركته على قناة الإنسانكمون. هذه القنوات عندها بروتوكول تتعامل به، لما تستضيف ضيف معين يعني هناك قيمة للمداخلة، قيمة مالية للمداخلة، هذا ينطبق على واحد معارض كما ينطبق على واحد مؤيد للسلطة ويطبل للسلطة، كما ينطبق على واحد محلل، كما ينطبق على واحد خبير، وهذا شيء عادي وهذا شيء معمول به عالميا ومعمول به في قنوات كبرى، يعني قناة البي بي سي مثلا إذا ظهرت في هذه القناة تأخذ مقابل مادي، وهذا بالعكس هذا مؤشر على احترافية القناة لأنها تحترم شخصك. انت لما تخصص وقتك وتخصص جهدك وتخصص عصارة افكارك وتعطيها لهذه القناة اكيد انه تتقاضى مقابل مادي، وهذا شيء طبيعي وعادي. فاحيانا هناك اللعب يعني في مواقع التواصل على مثل هذه الامور من اجل تسويت صورة خالد الدراني، فينبغي الحذر والانتباه، وليس مبين دائما للمواطنين انه هذا الامر عادي وطبيعي جدا وما في حتى اشكال. القضية الثانية قضية يعني الحملة اللي شنت على خالد الدراني بخصوص قضية الخبارجي، قضية التعامل مع سفارات وما إلى ذلك. يعني أعتقد أنه هذه النقطة بالنسبة لخالد الدراني بالتحديد هي مضحكة. احنا بالنسبة لنا كل الجزائريين سواسية، كل الجزائريين عندهم نفس الحقوق وعندهم نفس الواجبات، ولكن أنك تتهم شخص يعني عمه هو من مؤسسي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وسقط شهيدا يعني في العاصمه من اجل الثوره الجزائريه
تتهم يعني من يحمل اسم هذا العم ومن يحمل ذكرى هذا العم تتهمه بالتخاب. واعتقد انه ينبغي احترام عقولنا وينبغي انه ما نسقطوش في هذه التفاهات يعني اللي ما عندها حتى معنى، ما عندها يعني يجيدوا لنا مبررات مقنعه، ما تجيبولناش امور تافهه وتحاولوا تشوفوا بها اولاد الناس. لكل ذلك اقول انه اليوم قضيه ليست فقط قضيه خروج خالد الدراوي من السجن، ولكن قضيه اعاده اعتبار لشخص يراد له ان يتحطم نفسيا وان يغتال معنويا. وشكرا جزيلا. شكرا سي محمد. انا بغيت نزيد كلمه برك على الصحفيين على لا جورناليست كي بوزي لا كيسيون على ليزاكسيون اونتر كرون. لازم الصحفيين يكسروا جدار راكم قاعد عني. لماذا راهش الحبس ما راهش يخلص؟ حتى لا ميم شوز ما تخلصش ما تهدرش اون فوا بور توت خلاص كسروا جدار الخوف هذا اخرجوا يدونا كاع. لكن انا كنت بيرسونيلمون لكن خد راني جوج ست سنين حبس واش راهم يسلم باش يجيو واش راني قاعد براجع يدونا كاع وخلاص كي كاع هيا نديروا ان كرون راسومبلمون يجوا يعمرونا كاع يدونا كاع الحبس القليعه كامله على ضربه اون فوا بور توت تهناو منا وحنا تهناو منا. Merci, c'est Mohamed. Je voudrais un dernier mot. D'abord, je vais جانب المالي. خالد الدراوي هذه القصه كل على 100 دولار. يعني اللي يسمع يقول بلي خالد الدراوي يرضى ملاير، الملاير داوها ناس اخرين، ما عارفوش شكون دا الملاير تاع البلاد. خالد الدراوي يدي 100 دولار على مداخله. ما انا بغيت نذكر برك وهذه مديتها في المرافعه تاعي كمثال. دوك إلى اليوم نحاسبوا كل مسؤول اللي باغ إكزومبل خلصوه على مداخلة ولا تدريب، لو بوغت باغول تاع الحكومة سيف الحمار الناطق الرسمي تاع الحكومة صحفي كان في لا فونداسيون فريدريش إيبرت، داروا برنامج تاع التدريب حول حرية الصحافة، وهو بعد خالد الدراوي استفاد من هذاك التدريب اللي كان فيه بن حمار مدرب ودا مقابل من عند فريدريش إيبرت. هو راه وزير في الدولة الجزائرية، دونك ما يعني عيب حنا ما نحبوش أحيانا نهضروا نستعملوا وقائع حقيقية وبرك باش نردوا على النظام نقولوا له ما لازمش نعتبروا بلي الشعب الجزائري راهو غبي، الشعب الجزائري مش غبي، الشعب الجزائري راهو فاهم الأمور مليح، ما تجيوش تشوهوا سمعة صحفي شاب محترف بغيون تجيو تقزموا له ولا تشوهوا له سمعته بمعلومات مغلوطة وبتهم ملفقة. الحاجة الأخيرة اللي بغيت نقولها باش نختموا هذا الندوة، نشكروا اس او اس اللي عطاونا الفرصة باش ننظموا هذا الندوة الصحفية، نشكر كل الصحفيين والصحفيات، نشكر كل الناس اللي جاوا اليوم يدعموا هذا الندوة الصحفية، ونشكروا الفيس تاع فيليب، نشكروا فيليب غودان اللي هو ابن موريس غودان على الميساج تاعو تاع الدعم، نشكروا الصحفيين في كل مناطق العالم اللي راهم مساندين ومدعمين وداروا يعني دي بيتيسيون تاع مسانده لاطلاق سراح خالد الدراوي. العمل متواصل ما لازمش يفوفا بسيناغارد. اليوم مصيرنا كل كمواطنين وكمواطنات حريتنا راهي في اللعب، ما لازمش نحبسوا ولازم هذا النظام يفهم باللي كي يحكموا خالد الدراوي كاين الاف من خالد الدراوي اللي راهم مجندين باش ينوضوا في وجه القمع وفي وجه التعدي عن الحريات. شكرا جزيلا والجلسه طافره.